أعلن نادي ليفربول أن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو لن يكون حاضراً في تشكيلة المدرب يورغن كلوب خلال مباراة ودية أمام أتلتيك بلباو بالعاصمة الإيرلندية دبلن بسبب إصابة في الظهر. ويأتي غياب المهاجم البرازيلي في وقت تؤكد فيه صحف كتالونية أن كوتينيو أعطى موافقته من أجل الانضمام إلى برشلونة الباحث عن خليفة أو عن خليفة لمواطنه نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان. كان ليفربول تلقى ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم بغياب لاعب وسطه الدولي آدم لالانا لمدة شهرين بسبب الإصابة في الفخذ. وقال النادي في بيان رسمي أن لالانا تعرض لإصابة خلال المباراة الودية أمام أتلتيك مدريد الأربعاء الماضي وسيغيب لفترة تصل إلى شهرين، وبالتالي سيخسر المدرب يورغن كلوب خدماته في المباراة أمام هوفنهايم في ملحق دور الأبطال، وكذلك عن المواجهات الخمس الافتتاحية في الدوري منها مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي. ويخوض باريس سان جيرمان أول مباراة له في الموسم الجديد عندما يستضيف فريق أميان الوافد الجديد على الليغ آن. وصيف بطل الموسم الماضي والحائز على لقب كأس السوبر مؤخرا سيحاول من خلال هذه المباراة الإعلان عن نفسه من جديد من بوابة أميان. وكان باريس سان جيرمان قدم نجمه الجديد البرازيلي نيمار وسط حفاوة كبيرة بقدومه إلى الدوري الفرنسي. التقرير التالي لمراسلنا محمد الوضاحي يرصد يوم نيمار منذ حلوله بباريس وحتى تقديمه للصحفيين. عاشت فرنسا الكروية يوما تاريخيا سيبقى محفورا في الذاكرة الرياضية الباريسية والفرنسية عموما. بدأ صباحاً بوصول النجم الأيقونة نيمار إلى مطار لبورجي عبر رحلة خاصة قادمة من برشلونة. انتقل بعدها اللاعب البرازيلي إلى المستشفى الأمريكي حيث خضع لإجراءات الفحوصات الطبية الروتينية قبل أن ينتقل إلى ملعب البارك دي برانس حيث كان ينتظره عشرات الصحفيين وتغطية استثنائية لعشرات القنوات من مختلف أرجاء المعمورة. كل الأعين كانت موجهة نحو المدخل الرئيسي لقاعة المؤتمرات في الملعب حيث ظهر النجم برفقة رئيسه لتنشيط المؤتمر الصحفي الذي أبدى فيه النادي الباريسي فخره وسعادته باستقطاب هذا النجم في صفقة وصفها المراقبون بصفقة القرن. نيمار هو معشوق جماهير كرة القدم. بالنسبة لي نيمار يعد أحسن لاعب في العالم وقد حمل معه طاقة إيجابية للفريق. وأبدى الرئيس الباريسي ثقته التامة بأن هذه الصفقة رابحة على جميع المستويات وسيكون لها وقع إيجابي على الجميع لاعبين والأندية وبطولة فرنسية. الدولي البرازيلي أكد من جهته أن انتقاله إلى نادي عاصمة الأنوار هدفه مواصلة التألق ورفع تحد جديد لتحقيق ألقاب جديدة وقيادة فريق طموح لتحقيق أهدافه أيضا. ربما هو الطموح الكبير الذي تميز به هذا النادي إلى جانب طموحي أيضا، دائما أبحث عن الانتصارات والأشياء الكبرى والتحديات الجديدة، وبكل تأكيد من قلبي ملت إلى هذا النادي وبكل تأكيد أتمنى لبرشلونة كل النجاحات، ولكن الآن هنا في باريس وأطمح إلى تقديم كل ما بوسعي لمساعدة هذا النادي في تحقيق كل الألقاب. نيمار وبعد الإجابة على أسئلة الصحفيين انتقل برفقة رئيس النادي ناصر الخليفي إلى أرضية الميدان حيث أخذ أولى صوره الرسمية برفقة رئيسه، ثم داعب الكرة أمام عدسات كاميرات الصحفيين الذين تدافعوا على الملعب. استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى كان تقديم نيمار الإعلامي، حيث لم يسبق للاعب أن جذب إليه هكذا أضواء وهكذا اهتمام على مر العصور في فرنسا. فرنسا السعيدة بنجمها الجديد والمهللة لقدومه تنتظر بفارغ الصبر التمتع بفنياته على أرضية الميدان. أحمد وضاح بي سبورتس باريس.
في حديث حصري لبي إن سبورتس أكد نيمار أنه لم يكن يشعر بالضغط السلبي قبيل انتقاله إلى باريس سان جيرمان من طرف أصدقائه في برشلونة، مبينا أنه ما زال يكن كل الحب والتقدير لفريقه السابق ولزملائه في النادي الكتالوني. لم يكن هناك ضغط بالمعنى السلبي، إنه ضغط إيجابي. أشكر كل زملائي في برشلونة، هناك حنين كبير لحدود الساعة تجاه هذا النادي. عندما أخذت قراري لم تتغير الأمور، فأنا أحافظ على كل الشعور الطيب تجاه أصدقائي في برشلونة وهم كذلك. وفي مقابلة حصرية مع قنوات بي إن سبورتس أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن هدف النادي الأساسي هو الفوز بجميع الألقاب التي ينافس عليها، وأن صفقة شراء نيمار ستعزز حظوظ النادي في تحقيق أهدافه. يعني طبعا احنا من بدأنا شراء النادي الهدف الأول الفوز في جميع الألقاب التي نلعب فيها، ومنها دوري الأبطال. الكل ينتظر هذا السؤال، ولكن أيضا يعني مع نيمار يعني بإذن الله بتوفيق رب العالمين، بعد توفيق رب العالمين أن قربنا أكثر بإذن الله الدوري، ولكن دوري الأبطال لازم يجب أن التفاصيل تمام. الحظ يلعب معك، القرعة، أمور كثيرة كذلك. أن تكون يعني ليس بمعنى أن تم شراء نيمار أن سوف نفوز، ولكن هذا الهدف واضح للجميع، أن الفوز بجميع الألقاب التي نلعب بها بإذن الله. يا رب أن نتوفق هذا الموسم. أكد السيد فريدريك لونجيبي نائب المدير العام لبي أس جي للشؤون التجارية والاقتصادية في مقابلة حصرية لبي إن سبورتس على أهمية العمل والتطور من أجل أن يصبح باريس سان جيرمان من أهم المؤسسات الرياضية في العالم، كما تحدث عن القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها النادي. الرهان بالنسبة لنا إلى جانب المشروع الرياضي للنادي هو التطوير والوصول إلى أن نكون مؤسسة كبيرة في المجال الرياضي وفي مجال كرة القدم أيضا. نحن نملك قاعدة جماهيرية هامة وهي تكبر منذ 6 سنوات. الآن نحن نملك تقريبا 50 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، 90% منهم متواجدون على المستوى الدولي، وهذا ما يفرض علينا أن نقوم بزيارتهم من خلال الفعاليات، وخلالها كانت الملاعب ممتلئة والمحلات أيضا كانت مكتظة، وهذا ما يعطي الانطباع بأن هناك مؤسسة مميزة تتجه نحو التطور. باريس سان جيرمان أصبح من بين أكبر المؤسسات الرياضية المميزة في العالم. على هامش المؤتمر الصحفي التقديمي لنيمار، تجمع أنصار البي أس جي خارج ملعب البارك دو برينس بأعداد كبيرة احتفالا بنجمه البرازيلي الجديد. المزيد عن شغف الجماهير الباريسية بقدوم نيمار في تقرير نسيم طالبي. اعتبروه انتصارا يصنف ضمن أعظم إنجازات النادي عبر التاريخ، هللوا وشكروا من كان سببا فيها، وخرجوا بهتافاتهم وأهازيجهم للبارك دي برانس احتفاء به. هم أنصار باريس سان جيرمان، وهو نيمار المعشوق الجديد للجماهير الباريسية. أفراحهم صنعت الحدث، وطوابيرهم الطويلة لاقتناء قمصان معشوقهم أنست حتى بعض سياح باريس ما جاءوا لزيارته، فجعلوا ينضمون إلى الطابور. نيمار في باريس سان جيرمان حلم أصبح واقعا لهؤلاء، ففرحوا به كفرحهم بالألقاب المحلية أو يزيد. منذ سنوات وأنا أحضر إلى البارك دي برانس وأشتري القمصان، والآن هذه هي المناسبة الأمثل لشراء قميص لاعب كبير من طراز نيمار. إنه نيمار، شيء لا يصدق. بإمكانه أن يحرز الموسم القادم الكرة الذهبية إذا ما كان كل شيء على ما يرام، رفقة البي أس جي والسيلساو. لو كان لهوس الكرة مقياس لقيس بحجم وطول طوابير هؤلاء الأنصار الذين اتخذ أشدهم هوسا من يومه هذا، عيدا له يستحضره مستقبلا. نيمار أفسي برشلونة أصبح اليوم باريسيا. مجيء نيمار سيعطي بعدا تسويقيا آخر لباريس سان جيرمان. كنا بحاجة إلى نفس جديد، خاصة بعد الهزيمة أمام برشلونة والذهاب زلاتان. يجب أن يلاحظ نيمار أنه انتقل من برشلونة إلى نادي كبير وهناك جماهير كبيرة لاستقباله. هي الأفراح التي انتظرها هؤلاء الأنصار بعد مسلسل طويل شدهم. بقي ماركو فيراتي
وجيء بنيمار هي إذن أفراح الباريسيين. نسيم طلبي بين سبورتس من أمام متجر باريس سان جيرمان في شارع الشانزليزي باريس. ومع انتقال الدولي البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان ارتفعت مداخيله ومبيعات النادي الباريسي، حيث شهدت متاجره إقبالا كبيرا منذ الإعلان عن إتمام الصفقة. التقرير التالي لمراسلنا ناصر موسعي والمزيد من التفاصيل. الرهان الاقتصادي الذي وضعه القائمون على نادي باريس سان جيرمان من خلال استقدام النجم البرازيلي نيمار بدا ناجحا منذ اليوم الأول الذي حط فيه الرحال في العاصمة الباريسية. أنصار النادي الباريسي ومعهم محب لاعبهم الجديدة اصطفوا على بكرة أبيهم أمام محلات بيع الألبسة الرياضية للبياجي، وما سجلته الساعات القليلة الأولى من مبيعات لقميص صاحب الرقم 10 فاقت كل التوقعات. بالنسبة لنا يعني الاستثمار في نيمار استثمار طويل المدى، بعد سنتين متأكد بإذن الله 100% أن سعره سوف يكون يتضاعف سعر قيمة اللاعب، فأعتقد أنها صفقة فعلا بإذن الله سوف تكون من أفضل الصفقات في العالم الكروي بإذن الله. ما فاجأ العامة والخواصة هو أرقام المبيعات القياسية التي سجلتها مبيعات محلات البياجي في أول يوم يعرض فيه قميص نيمار للبيع. وحسب معلومات رسمية فقد تم بيع 8000 قميص يحمل اسم ورقم نيمار في زمن لم يتعدى 3 ساعات، وهو رقم لم يعرفه النادي في السابق. وفي 3 ساعات أيضا سجلت مبيعات محلات النادي الباريسي ما كان يحققه على مدى يومين كاملين، وحتى عبر الإنترنت فقد كانت مبيعات أقمصة نيمار ملفتة للانتباه. فنحن عندنا خطة تجارية وتسويقية عند شراء نيمار بمضاعفة الإيرادات للنادي. الآن أيضا أضيف لك أخي محمد خلال ساعتين في الإي كوميرس اللي عن طريق المتجر الإلكتروني تم بيع أكثر من 500,000 يورو خلال ساعتين، وهذه لم تحدث في أي نادي بالعالم. أعتقد هذا دليل بإذن الله والله الحمد أن نحن ماضين على الطريق السليم، وأتمنى إن شاء الله التوفيق من رب العالمين أولا وأخيرا بأن نحقق الأهداف. أيضا ليس أنها صفقة تتكلم عليها تجارية فقط، ولكن أيضا صفقة كروية في الملعب. بالنسبة لي الأمانة نيمار أفضل لاعب بالعالم. ما حققه البياج اقتصاديا في أقل من يوم واحد من وراء اسم نيمار جعل أهل الاختصاص يؤكدون بأن نادي باريس سان جيرمان بإمكانه استرجاع في 3 سنوات على أكثر تقدير ما صرفه من أجل استقدام أيقونة البرازيل، مأخوذا في الحسبان عائدات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني على الخصوص.